السلام عليكم. سؤال من أسئلة الليد جي اي: What must a project do to earn lead certification after selection rating system؟ ايه الخطوة اللي احنا المفروض نعملها بعد ما حددنا ال rating system؟ earn minimum number of points only، نبدأ نكسب نقط، satisfy relevant prerequisites for the select rating system and earn a minimum number of points. نبدأ نشوف ايه النقط البريكوست اللي نقدر نحققها ونبدأ نشتغل عليها. satisfy or prerequisite for the select rating system and earn a minimum number of points، ولا pay the relevant fees and have a green rater approve the project. طيب واحدة واحدة نبدأ نشوف ايه الحاجة اللي ممكن نشتغل عليها. green rater ده خاص بالهوم وخاص بالمباني اللي هي مالتي فاميلي، فده مش تبعنا، خلينا نعلم عليه كده بلون مختلف. تمام. طيب اكسب مينيمم نمبر اوف بوينت اونلي؟ لا، لان لو انا في نقط كتير عمال احققها بس البري ريكوست مش متحققه، المشترطات الرئيسيه خلاص ملهاش اي لازمه. طيب الاثنين دول ايه الفرق بينهم؟ هنا بيقول لي ريليفنت، الحاجه اللي اقدر احققها. لا، ده هو كله لازم يتحقق، لازم اقول بري ريكويستد. تمام. فيبقى دي برضو غلط، ويبقى انا معايا ديت اللي هي سي، اللي هي ان انا اتاكد بعد ما حددت الريتنج سيستم بتاعي ان انا محقق كل المشروطات الرئيسيه.